اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. عن المساكنه، يعني ايه مساكنه؟ يعني شاب وفتاه يقررا انهم يعيشوا مع بعض تمهيدا للزواج، قد تقصر الفتره او تطول. هنا بعيدا عن الراي الفقهي الشرعي والعرف المجتمعي، دي بره فكره عاديه جدا في اوروبا وامريكا والدول، مش هقول المتقدمه لان هذا لا يعني التقدم ولا اريد المصادره على الاراء، ولكن هي هروب او تحفظ على فكره الزواج، وبيشوفوها ان نجرب بعض عشان نطمئن ان حياتنا هتستقر ومش هننفصل. بس هل اللي بيعملوا مساكنه بره بيكملوا فعلا لما يتجوزوا؟ يعني بيعيشوا مع بعض سنين وبعدين يتجوزوا، هل بيكملوا ولا لا؟ هنعرفه في الحوار. برحب بضيوف الاعزاء، مع الدكتوره سمر كشك استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه، اهلا وسهلا. اهلا. ومعايا الكاتبه والروائيه الاستاذه عزه سلطان، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. وهيكون معانا عبر زوم الاستاذ عمرو صلاح المحامي بالاسكندريه. يا ريت تخلوا الاستاذ عمرو معانا من الاول، يعني يا ريت تدخلوه. طيب ابتدي من عند الدكتوره سمر، بتشوفي مبررات ظهور الفكر في مجتمعاتنا من فترة إلى أخرى تطرح وتعاد على مائدة الطرح، فكرة المساكنة ليه؟ هي المساكنة أصلاً أساسها هروب من المسؤوليات وهروب من القيود. أيوة. والولاد اللي طالعين وناشئين دلوقتي يعني متعودين ان كل حاجه بتجيلهم على الجاهز او بتتعمل لهم بمسانده الاهل ومساعدتهم المتفانيه، والاهل عندهم معتقدات. بس انا عايز اصل للفكره، هي الفكره جايه منين؟ هي الفكره جايه من بره. اها. من بره ما بيعملوهاش عشان الهروب. لا، هم البره بيعملوها عشان هم متحررين، ما لهمش قيود اصلا على حياتهم ولا ليهم حاجه تحكم. لو المجتمع بيقبل ده، يعني والقانون. ما اعتقدش ان الدين المسيحي بيقبل ده ولا الدين اليهودي بيقبل ده، الديانات كديانات صح. ما لا تحبذ العلاقات خارج اطار الزواج. صح. بترفضها. لكن هم خلقوا لنفسهم بقى في عرف مجتمعي ان ده جائز. صح، للاسف الشديد. ايوه. هناك ليهم مبرراتهم وهنا لينا مبرراتنا. مبررات هناك ان انا ما عندهمش المسؤوليات، لكن عندهم ان انا عندي تحرر، انا وعندي القانون بيحميني لو حصل في طفل جاء في حاجه حصلت، القانون بيحميهم هناك. نعم. بغض النظر عن اراء الدين اللي كلها رافضه الموضوع هنا وهناك. هنا عندنا المبررات هي الهروب من المسؤوليه، الهروب من القيود الزياده، يعني انا هتجوز واحده تقعد تقول لي رايح فين وجاي منين، لا انا حر. وهي كذلك، بس هي المصاحبه كده، المصاحبه فيها التزام من الطرفين وفيها حياه مشتركه. ما انا علشان كده بس انا خايف ان اهرب ابتدي بالتقييم. لا، انا بطرح فكره المساكنه انها تمهيد للزواج، ولكن نتاكد ان احنا قادرين نعيش مع بعض. هي الفكره جايه من الغرب بهذا الشكل، ففيها ليس فيها هروب من فكرة الجواز. أنا ما بتكلمش عن اتنين متصاحبين. فكرة المساكنة اللي بيطرحها بعض الشباب هنا هي مقتبسة من بره تماما، إن احنا الجواز السريع بيؤدي إلى الفشل، خلونا نعرف بعض أكتر وإحنا عايشين مع بعض والمجتمع عليه إنه يقبلنا، ودي حرية شخصية. طب أنا هسأل اللي بيؤمنوا تمام. أو بيقولوا إحنا عايزين كذا، افرض إن أنتوا أنجبتوا طفل في أثناء المساكنة. نعم. الطفل ده مصيره إيه؟ ما انتوا هتضطروا تتجوزوا سواء نفاتوا او ما نفاتوش. لان عندنا المجتمع ما بيقبلش ولا القانون بيسمح بتسجيل الطفل في هذه الحالة. بس فانتوا جبتوا طفل معقد من قبل ما يجي الدنيا. وعملتوا. هيقول لك عاملونا زي الغرب وسجلوا الطفل، انا معترف ان انا ابوه، انا ما انكرتش. لا، طب الست دي مصيرها ايه بقى؟ افرض ان الراجل ده مات. هتعمل ايه؟ ففي حاجات كتيره قوي اللي بيشيلها الست. فالست اللي عايزه تحافظ على نفسها كبني ادمه وككيان دينها ومجتمعها قالوا لها ان انت كيان ما ينفعش ان حد يشينه، ونبعدك عن فكره ان حد، يعني انا حاسه انها اهانه كبيره قوي للست قوي. طيب اروح للاستاذه عزه، انا عارف انك موافقه بشروط، فانا عايز افهم موافقه على ايه والشروط ايه؟ هو يعني بس انا الاول مش هقول موافقه او قابله. طيب. بس هقول حاجه، احنا البيئه، احنا عشان نزرع حاجه لازم تكون عندنا التربه الصالحه. طيب حضرتك لو ركبت التربه الصالحه ولا الفاسده؟
احنا عشان نزرع اي حاجه عشان نحط اي حاجه لازم تبقى عندنا البيئه المناسبه. تمام. طب حضرتك لو ركبت مواصلات عامه وفتحت تليفونك كام عين بتبص فيه؟ ادي نقطه. فاحنا اصلا مجتمع لا يحترم فكره الخصوصيه الشخصيه. تمام. فانا دلوقتي هسمح باتنين يعيشوا مع بعض واحنا المجتمع لو الراجل لو هي بتيجي البيت الراجل لو البيت منسوب للراجل يمرر المجتمع احيانا، لكن لو ست هيحصل معاها زي ما حصل مع الست بتاعت مدينه السلام اللي طلعوا رموها من الشباك. فاحنا هنا بنهدد بعلاقات كتير واذى كتير جاي. احنا مجتمع لا ما عندناش وما حدش قال ان اللي كان عندها كان على علاقه بيها. ايوه بس هي اللي حصل انهم رموها. لانه هي الفكره مش فكره علاقه، هم اصلا ما انتظروش يعرفوا. أيوة. ويتاكدوا. بالاضافه انه كتير من الرجال يعني خاصة في الطبقات الشعبية والطبقات الأدنى اقتصاديا بيتعاملوا مع فكرة انه اي ست في حرمه السكني هي شرف الشخص. يعني بالظبط احنا رجالة وما ينفعش في حتتنا الكلام. وده على فكرة مش من دلوقتي. ده من زمان. ده طول التاريخ يعني من ايام الزمن الجميل اللي احنا بنتكلم عليه طول، وياما افلام بتقدم ده. فاحنا عندنا اكتر من مشكله وعندنا مشاكل كتير لها علاقه بالقيم الاجتماعيه. بس ده ما يمنعش ان عندنا ايضا ناس عايشين مع بعض وما حدش يعرف متجوزين او المستوى لا. المادي. المستوى المادي هو اللي بيحدد مدى قبول المحيطين للموضوع. كل ما ارتفع المستوى المادي كل ما الناس بطلت تتدخل في حياتهم. المادي ولا الثقافي؟ لا المادي. لا ما نعرف ناس كتير مستوى المادي مرتفع لكن عقولها لا تقبل اطلاقا لاي تغير غير العادات والتقاليد. بس هو عنده الامكانيه. هي المادي هنا بيطرح الامكانيه. انه هيعيش في كومباوند ما فيش تداخل مع الجيران. في مناطق سكنيه ما مش من حق حد يسال. تمام. هو لا يجرؤ على السؤال. لكن ومصر فيها نسبه كبيره جدا من الطبقات الاقتصاديا اقل. طبعا. ومش اجتماعيا. انا مش بتكلم على الاجتماعي، انا بتكلم طيب على انت كده هربتيني من الفكره. ما هي خلاص ما هي الفكره مش هينفع تتنفس. انا ما بسالش تنفع ولا ما تنفعش، انا بسالك في فلسفتها انت شايفه. ما هي انا شايفه ان فلسفتها فيها اذى كتير، وزي ما الدكتوره كانت بتقول الستات احنا لو ما فيش اذى زي ما انا بتكلم عن حد عايش في كومباوند يا ستي وعنده امكانيات ماديه، بسالك في دماغك انت خايفه من الناس. مش فكره خايفه من الناس. لكن هي الموضوع مطروح. احنا يعني احنا مش عايشين لوحدنا. احنا مش عايشين لوحدنا. انا ما ينفعش انا مش بسالك أطلع. عن ليه الفكره صعبه التنفيذ، انا بسالك عن الفكره في حد ذاتها، فكره المساكنه انت شايفاها دي اصلح للمستقبل والحياه الزوجيه قبل ما تكلميني في الدين والمجتمع. انا عارف الدين والمجتمع. انا مش هتكلم في الدين والمجتمع. المجتمع خرج المجتمع دلوقتي وقولي لي فكرتك انت. ما انا بقول لك فكرتي. انا شايفه انه ده في اذى للستات في مصر، وشايفه ان هو بتهربي. لا مش فكره بهرب. انت موافقه على الفكره لو المجتمع قابل؟ انت موافقه على الفكره وايه جدواها وهل هي فعلا تؤدي الى حياه لو مستقرة؟ احنا عندنا نفس الالتزامات. لانه ما يحدث في الغرب انه في حياه وفيها مسؤوليات مشتركه بصرف النظر بقى الناس كملت مع بعض وما كملتش. ما هو الجواز نفسه نفس القصه. يعني هو الجواز الناس بتدخل وعندهم التزامات ومسؤوليات. بس اسمه جواز تترتب عليه اشياء كثيره. ايوه يعني الدكتوره بتقول لك لو حملوا مثلا. ما هو حضرتك بقى بتقول. طب خلاص انت عايزه القوانين تقول ان هنسجله. ماشي لو حلينا بقى المشاكل دي وسيبنا الست. الست ما بتاخدش حاجه، صديقه مع السلامه. خد ابنك وروحي سجليه باسمي ومع السلامه. ايه الحل؟ ما هي دي المشكله اللي بقول لحضرتك عليه. انا ما ينفعش اقبل حاجه وانا عارفه انه اضرارها وعواقبها كتيره جدا. اذا كنت انا شخصيا برفض الطلاق. يعني موافقه على المساكنه بشرط ان تكون القوانين مواتيه لذلك ولا نرفض الفكره؟ لا. حتى ولو القوانين لا بتسمح قوانين بهذا. وقيم مجتمعيه. طب انت شايفاها ضد قيم المجتمع؟ المجتمع يعني المجتمع هو المجتمع اللي مقصر المجتمع متواطئ. احنا يعني كثير منا مع انه يحط الزباله تحت السجاده. في حالات كتير. ايوه عايزاه يطلعها فوق السجاده. دي انت ضربه مثل صعبه. او الزباله، هل انت بتعتبري ده لو حصلت فتبقى المساكنه فوق السجاده؟ يبقى الامور مطروحه، يبقى ما حدش يتدخل في حياه حد. طب اطرحها لي. طيب ما هو انا دلوقتي لو انا قلت ان انا هعيش مع حد
من في ان احنا مساكنه علشان احنا عندنا مشروع جواز، هيطلع لي 100 واحد يضربوني ويموتوني. طب انا بسالك، انت كان ليك كتاب ان الزواج نظام اجتماعي فاشل، مشروع فاشل، مشروع فاشل، هل ده معناه ان ده ممكن يضمن زواج اذا اتفق على ذلك، واذا ما اتفقوش كل واحد يروح مع السلامه؟ الزواج مشروع فاشل لان الناس ما بتبقاش واضحه، فاذا العلاقه دي هتضمن ان الناس تكون واضحه وتقدم نفسها بشكل حقيقي من غير اوهام كتير ووعود مش حقيقيه. ايوه، المساكنه بقى هتحل المشاكل بتاع الجواز دي؟ بالتاكيد. اه طبعا، لانه الناس لما بتعيش مع بعض، الناس لما بتعيش مع بعض بتنكشف. انا لو بمثل دلوقتي هفضل امثل قد ايه؟ يوم، ساعتين، 10 ايام، شهر، لكن الاقامه مع بعض والناس عايشه مع بعض بينكشفوا. طيب انا واحد وواحده عاشوا مع بعض سنة وبعدين جاء لها لا أنا مش مرتاح، أنا مش حاسس أني هقدر أكمل معاك، فتخرج وهو يخرج، هو هيروح يشوف واحدة تانية بالمساكنة برضه يقعد معاها سنة وهي ويجيب واحدة جديدة، واللي خرجت دي هتروح تدور على واحد مساكنة. ما هو بقى حضرتك تستمر الحياة كده؟ لا، لما بتكلم عن القيم المجتمعية بتكلم عن أنه تغيير القيم المجتمعية أو الكلام فيها بيخلي عندنا أصلا المسؤولية. يعني هي الفكرة ان احنا ما بنعملش ده عشان نهرب من المسؤوليات، وما بنعملش ده لانه فراغ. طب ما انا عندي نموذج رونالدو، كريستيانو رونالدو، لاعب البرتغالي الشهير، لاعب عالمي، مصادق واحدة بقاله زمن ومخلف منها اولاد ومتبني اولاد، يعني بقاله سنين عايش معاها ومع ذلك ما اتجوزهاش. من يضمن ان بعد هذه المساكنة وهو قدامنا نجم شهير والمجتمع سامح له بكل حاجة يتجوزها؟ طب ما هو حضرتك عندك نسب طلاق عالية جدا في السنة الأولى من الجواز، ويعني وإحنا الجواز أهو اللي هو العلاقة الرسمية الموثقة اللي إحنا كلنا موافقين عليها، وبعد سنة في نسبة كبيرة جدا من المطلقات واللي معاهم أطفال أو تبقى حامل في طفل، وقضايا كتير في محكمة الأسرة منتظرة النفقة ومنتظرة. طب ما نصلح منظومة الجواز. طيب خليني ناخد صوت تاني قبل ما أرجع لك يا دكتورة. على الهاتف الاستاذ عمرو صلاح المحامي بالاسكندريه، عنده وجهه نظر في موضوع المساكنه. اهلا يا استاذ عمرو. مساء الخير عليك. سامعني يا استاذ عمرو؟ اما هو بيسمع من التليفون يبقى اكيد على التليفون. اه سامعني كده؟ انا سامعك كويس. استاذ عمرو، ايه رايك في فكره المساكنه قبل الجواز؟ وانت شايفها ازاي؟ ايه المعنى؟ هو الحقيقه فكره المساكنه انا شايفها بخلاف اراء كتيره هي فكره طبيعيه. يعني من الطبيعي من اي اثنين ان هم بدل ما يدخلوا في سيناريو غريب جدا اللي هو سيناريو ليست الدخله، هو خايف، هي مرعوبه، خايفين من عدم النجاح الجنسي وخايفين من مشاكل عاطفيه بينهم وضغوط الحياه وحاجات كتير، لا هم ياخدوا فتره جميله ما بينهم شهر شهرين. طب وهي ليله الدخله هتختلف لما تبقى مساكنه؟ ما هي نفس الخوف ونفس الاحساس، لا زائد احساسها بانها هربانه من الناس وخايفه وهو خايف، ده بقى تانية. هقول لحضرتك هناك فرق بين التعامل في مجتمعنا احنا وبين المجتمعات الثانيه اللي هي المتقدمه نسبيا. تمام. المجتمعات دي ما فيهاش فكره الرعب من العلاقات الجنسيه الغذائيه، العلاقات الفرديه. تمام. المجتمعات دي بتقدم لافرادها الحريه الجنسيه والحريه الفكريه والحريه السياسيه، حاجات كتير يعني اللي يهمنا فيها دلوقتي هي الحريه الجنسيه. تمام. ان الانسان ما يعيش مكبوت، ما يعيش محروم. يعني هل المساكنه الهدف منها الحريه الجنسيه؟ الهدف منها مش الحريه الجنسيه، الهدف ان الانسان يكون مستريح في حياته العاطفيه وان هو يكون منسجم مع شريكه حياته، سواء كان هيتجوزها بعد كده او الجواز ده يعني مش هيحصل. ما بتشوفش ان ده متحقق من خلال فتره الخطوبه والقعده والخروج والحديث وكله؟ والله الحقيقه استاذ خيري ده مش كافي، لان احنا بنشوف دايما في علاقات كتير بيكون في حب موجود، ويعني انا اعرف واحد صديقي بيقول لي انا كنت بغني لها تحت بيتها ولا كاني محمد منير ولا عمرو دياب، وبالرغم من كده بعد الجواز حصل بينهم مشاكل مالهاش حق. انت عندك كام سنه يا استاذ عمرو؟ 31. لسه ما اتجوزتش؟ الحقيقه لا. هل بتعيش تجربه المساكنه؟ لا ما عشتهاش. هل انت بتتمنى تعيشها ومش هتتجوز غير لما تعمل فكره المساكنه؟ والله لو في امكانيه ماشي. الامكانيه دي اللي هي ايه؟ انك تلاقي واحده تقبل بالفكره؟ لا مش ان الاقي واحده قبل بالفكره، ان انا الاقي مسكن مناسب
للموضوع ان انا الاقي انسانه ما عندهاش مشكله في انا معاك طبعا ان هي لازم تكون راضيه، بس في نفس الوقت لازم برضه تكون متخلصه من موروثات المجتمع، يعني مش مثلا تبقى راضيه وبعد شهر تقول لي انت ضيعتني. ده فكرك هو فكر البيت؟ يعني لو سالتك بشكل مباشر اذا كنت مؤمن بالفكره، لو لك شقيقه او عندك بنت وجات قالت لك انا بحب واحد وهروح اسكن معاه اعيش معاه في البيت، اذا عجبنا بعض بعد سنه بعد اتنين نبقى نتجوز، هتقول لها اوكي طالما انت وهو مقتنعين؟ والله يا استاذ خيري يعني بس بصراحه لو سمحت انت دلوقتي بتزنوني عشان اقول لك لا؟ طب ما انا لو قلت لك لا انا ما ارضاش يبقى انا كده احرجت نفسي وشكلي بقى وحش قوي قدام الساده المشاهدين. لا 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 لا، ما انت لو هتهتم بنظره الناس يبقى انت عامل حساب المجتمع، يبقى طالما احنا حريصين على المجتمع يبقى فكره المساكنه مش وارده، واذا كنت مش هتقبلها على محيطك او عائلتك فمش هتقبلها على بنت تانية، دي الفكره. طب ممكن اجاوب؟ اتفضل. انت حضرتك دلوقتي كده جاوبت بدالي، لما نفيت النفي بتاعي وقلت لي اكيد انت هتاكد وجهه نظرك واكيد هتتمسك بيها، يبقى انا هنا بقول لك ايوه انا موافق وشايف كل انسان حر سواء كانت اختي او امي. تمام هحترمك جدا، ده رايك انا محترمه جدا. طيب ده هل يا دكتوره عايزه تناقشي في اي حاجه عمرو؟ خلينا نتناقش نشترك في الحوار. معايا الدكتوره سمر كشك استشاري العلاقات الاسريه، وبنتناقش يعني بنفهم مش اكتر. على فكره انا لا ادين رايي الشخصي ليا شخصيا، لا اتدخل. اتفضلي يا دكتور. حضرتك لو عرفت واحده كانت عامله مساكنه وطلعت قالت انا مش منفصله انا كنت ساكنه، هتقول لها ايه؟ هترضى بانك تتجوز حد زي كده ولا لا؟ طلعت منفصله يعني هي خبت عليا الحقيقه يعني قبل ما ترتبط بيا. لا انا اقصد ان هي قالت انا كنت في مساكنه، حضرتك ترضى تتجوزها؟ طب يا فندم انا دلوقتي بقول لك انا عن نفسي احب اعمل مساكنه مع بنت، تقومي تقولي لي انت مش هترضى تتجوزها بالطريقه دي اذا كانت هي عملت الموضوع ده من قبلك؟ يعني طب ازاي؟ لا ما احنا بندور على تناقض ربما يكون موجود في طريقه تفكيرنا، كلنا عندنا تناقضات. لا انا بشوف الست اللي هتطلع من العلاقه دي اسمها كانت في مساكنه، يعني اللي منفصله اهي كانت منفصله كانت متجوزه، اللي ما كانت مخطوبه يعني احنا عندنا في مجتمعنا اللي بيبقى مكتوب كتابها وبتنفصل بعد كتب الكتاب تبقى بقى مشينه، ما بالك واحده كانت عايشه مع واحد بدون اي حاجه رابط رسمي وتقول كانت في مساكنه وتدور على واحد كان نفس ظروفها، او تعمل بقى مساكنه مع واحد واثنين وثلاثه وتضاهي ما بينهم. احنا بنعمل حاجات بتدمر المجتمع وبتدمر العلاقات وبتفسد النفوس الناس، لان هي زي ما عملت مساكنه مع واحد ما هتعمل مع واحد واثنين وثلاثه وتقارن ما بينهم، اصل دي مش علاقه ارتباط بتحبه وبيعرفوا بعض. لا هي ممكن تبقى مساكنه بتحبه. لا تفرق. مش اتنين بيتفقوا ان احنا نروح نعيش في شقه. ايوه لا انا اقصد ايه؟ الاثنين بيحبوا بعض كعلاقه عاديه اللي هي من بعيد لبعيد بيتكلموا بالليل. لا نموذج المساكنه هنا ما انا بسال ايه؟ ان احنا في مجتمعنا لما بعرف ان واحده كانت بنت كانت بتحب ولد في رجاله لا تقبل انها تتجوز واحده صحيح. كانت مرتبطه بواحد قبل كده. ايوه في ما بالك اللي تيجي تقول انا كنت عامله مساكنه. بس برضه في نفس المجتمع ده في ناس عايشه مع بعضيها وملهاش دعوه بالمجتمع. انا مع حضرتك في نفس المجتمع مع حضرتك بس الحمد لله انها مش ظاهره، انها حاجات لا سلوك مش ظاهرة. فردي لحد النهارده. فاحنا بنقول علشان الشباب اللي بيسمعنا هو مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي وفي ناس معاها. طب خلي الحكم العام ده للاخر، وعايز برضو عشان معايا الاستاذ عمرو. استاذ عمرو هل تعرف حد قام بهذه التجربه من اصحابك وشفت انها تجربه ناجحه، ولا انت باصص للغرب واللي بيحصل فيه؟ الحقيقه انا اعرف نموذجين عملوا التجربه دي وكانوا سعداء مع بعض، في تجربه منهم انتهت بالجواز وفي تجربه ما انتهتش بالجواز. تمام. لكن المشكله مش في التجارب الفرديه وبس. ايوه. المشكله الاكبر ان احنا لو نبص للغرب بما ان حضرتك ذكرته يعني دي يعني شوف النسب في امريكا عامله ازاي، يعني المساكنه اصلا اول ما بدات في بدايه القرن العشرين كان حوالي تقريبا 1930 يعني كانت بدايتها بسيطه خالص، كان حوالي 2% بس من الامريكان اللي ممكن يقبلوا يدخلوا في حاجه زي كده. نعم. بعدين لما وصلنا لحوالي 1980 تجد ان حوالي 60% من الامريكيات بداوا ان هم يقبلوا او فعلا دخلوا في علاقات زي دي بالفعل. وحاليا 70% من الامريكيات اختبروا حاجه تشبه المذاكره. في مجتمعات ثانيه فيها النسبه اكبر. هناك حاله من النجاح العاطفي، النجاح الرومانسي، الناس مبسوطه، الناس سعيده. مفيش القيود اللي موجوده عندنا في مجتمعنا.
فانا شايف ان احنا لو هنحكم على مساله المساكنه نروح برضو للمجتمعات المختلفه اللي طيب طالما انت دارس ومتخصص في المساله، لو واحد اتجوز واحده وخلفه هي حملت وانت عندك القانون، علشان انا بيحدى هنا، انا هنا ما بتكلمش في الشرع لان انا عارف ان الشرع بيقول ده حرام، لكن القانون لا يقر هذا ومش هيسجل الطفل، يبقى انا بعمل ده وانا بعرض حياه طفل ومستقبله للخطر ازاي؟ لا ما هو انا مش هعمل ده واخلف، انا بتكلم هنا على المساكنه في اطار. واذا حصل حمل تحت اي ظرف هتروح تجهض؟ والله يا فندم انا بحط كل الاحتمالات يعني. طيب اذا حصل حمل والله في وسائل ثانيه للاجهاض، في وسائل ثانيه للاحتفاظ بالطفل وايقاع زواج رسمي، الا بقى ان هم يتجوزوا يرتبطوا رسميا عند مأذون او بورقه عرفي. طب ما كده هيبقى جواز اضطراري رغم انه لم يكن جاهزا او هي لم تكن جاهزه، فهنضطر عشان الطفل بس نكتب كتابنا او نتجوز، وتبقى في النهايه دخلنا في مصيبه تانية انهم ينفصلوا بعد شويه لانهم اكتشفوا ان المساكنه ما كانتش كافيه ولا ناضجه. يا فندم اصل يعني حدوث حمل مع اتخاذ كافه الموانع ده احتمال بسيط جدا ممكن، لكن موجود 1%. موجود. طب هو انا هوقف حياتي عشان احتمال 1% يا استاذ خير؟ معقول يعني؟ هو انت بتعتقد ان ده توقيف حياه؟ ان يعني هل المساكنه هي الحل المثالي؟ هل التجارب حتى في الغرب واللي انت قريته انتجت، انا اللي انا بشوفه ان الاطفال بيطلعوا مشوهين وهما بيدوروا على نفسهم او اهاليهم من خلال حتى الدراما الامريكيه وانا بتفرج عليها كويس قوي، الاطفال بيطلعوا عندهم امراض نفسيه والمراه بتخرج من التجارب دي عندها انهيار عصبي وبتدخل في علاقه واثنين وثلاثه واربعه، ايه الجايد؟ ايه النموذج اللي انت شايفه يمكن تطبيقه ويمكن القبول بيه؟ والله يا استاذ سيدي انا اتعودت في حياتي ان انا ما صنفش الامور يا اما جنه يا اما نار. يا اما 100% يا اما 0%، لا الامور ممكن ناخدها بمنطلق. طب ما ده ينطبق على الزواج بنفس نظريتك. لا ما انا مش ضد الزواج الرسمي، انا مع ان احنا يكون عندنا المنظومتين في المجتمع. يعني نسمح بالراي الاخر، ما يبقاش كل حاجه زواج رسمي، ولو في سلبيات حصلت بسبب المساكنه ده موجود في الغرب وممكن يحصل هنا، بس انا مش هقعد طول عمري خايف ادخل حاجه جديده لان دي ممكن تسبب لي مشاكل بعدين، انا شايف ده يعني تفكير ساذج شويه. طب ما بيشغلكش فكره الحرام والحلال؟ والله انا شايف ان احنا في حاجات كتير قوي ممكن تبقى حلال وهي في نفس الوقت مضره، وفي حاجات ممكن نبقى محرمينها وهي برضه تبقى في حاجات حلال بتمارس خطا وبتمارس ضد الشرع والدين. ده صحيح يعني زي اجهاض حق المراه، حقوقها بعد الطلاق، نفقتها، حضانتها. لا انا ما بتكلمش في كده يعني. بص حضرتك لو هنتكلم مثلا على فكره الدخله البلدي، معلش يعني انا هتكلم عليها بشكل سطحي عشان ما اضايقش طبعا المشاهدين او كده. المهم ان البنت في الاخر بتفقد زوجيتها بمساعده بعض النساء وفي البلد بيحتفلوا بده وبيعملوا فرح. طب ما الكلام ده ممكن دينيا لو سالت شيخ هيقول لك والله انا ما اعرفش، ما اقدرش اقول حرام، خلينا نقول مكروه. حاجه زي كده بتحصل كتير والدين ملوش راي حاسم فيها، لكن بتحصل. طيب خليك معايا، هو انا متحفظ على ان اقدم راي الدين لان لا خلاف على ان ده الشرع والدين. وانا مش متخصص في الدين. لا ما انا معايا الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، ممكن يجاوب على سؤالك ويقول لي الرؤيه الفلسفيه مش الرؤيه الشرعيه، لان احنا كلنا عارفين الرؤيه الشرعيه. دكتور مظهر اهلا وسهلا. استاذ خير تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ واولا مبروك لحضرتك. الله يخليك. بخير ويفرح بحضرتك. ربنا يخليك يا دكتور مظهر، ربنا يخليك يا فندم. تسلم لي. دكتور مظهر، فكرة المساكنة من رؤية فلسفية، أنا الرؤية الدينية كلنا عارفين إنها حرام في كل الأديان. صحيح. فكرة علاقة غير مشروعة يعني مش مقننة بالرجل وامرأة، حضرتك بتشوف الفكرة إزاي؟ أولاً الفكرة قائمة بالنسبة لي أنا على إن الزواج ليس علاقة جسدية بين زوج وزوج، ولكن الزواج هو إقامة علاقة ينتج عن هذه العلاقة أطفال ليعمر الكون ويعمر المجتمع في إطار من الشفافية والوضوح وتكون الأمور كلها واضحة وفي النور وبرضا الأطراف سواء أهل الزوج وأهل الزوجة. فرضاء هذه الحالة الرضائية اللي قائمة في النور
من المؤكد انها بتساهم في استقرار العلاقه بشكل كبير. طب واذا كانت المساكنه هتبقى قائمه في النور وبيقرها المجتمع والاهل عارفين وبيخوضوا تجربه قبل الجواز، وفي مجتمعات لو حصل انجاب بيعترف بالابن بيسجل للاب، انا شايف شكلها كانها جواز. انا لا اعتقد انه في اي صوره تكون بعيده عن الصوره الشرعيه اذا ربنا عز وجل اختارها لتكون اساس للعلاقه بين الزوج والزوجه هتكون ناجحه. والا يبقى احنا هنا كاننا نشكك في شرع الله عز وجل، وبنقول ان الشرع اللي ربنا عمله لنا ده هو لا يؤدي الى النجاح، وتعالوا يا جماعه ندور على بديل اخر هيضمن لنا النجاح بشكل اكبر. نعم. وده هيكون افتئات على الدين وافتئات على الشريعه. طيب الاستاذ عمرو كان بيضرب لنا نماذج ان في الشرع في الشرعيه الحاجات اللي فيها شرع زي الجواز مثلا، فان الدين او الفقه ما خدش موقف من الراجل اللي بيتجوز واحده في ليله الدخله عشان يثبت العذريه ويتم احتفال في البلد ويقولوا العرض اهو وحاجات كده، فبيقول ان ما حدش حرم ده، هل ده صحيح؟ الدين لا علاقه له بهذه المساله، دي مساله مجتمعيه، مساله عرفيه، مساله خاضعه لعرف الناس في القرى والقصور او لثقافه الناس. هل الاسلام امر كل زوج بانه يعمل هذا الموضوع قدام الناس بهذا الشكل علشان نقول الاسلام هو اللي عمل كده او ان الخطا عند الاسلام؟ في بعض الثقافات يا استاذ خيري متوارثه عند الناس تصطدم اساسا مع الدين. بالعكس، انت لو جيت خدت رايي انا وراي اي شيخ في هذا الموضوع هيحرمه ويجرمه. ما ينفعش انا يعني اللي ربنا امرني بالستر وان استر زوجتي وان دي مساله بيني وبينها وده سر. يا اخي الكريم، ده اسرار الجماع بين الزوج والزوجه، العلاقه بين الزوج والزوجه يجرم ويحرم على احد الطرفين ان هو يفشي اسرارها. نعم. وبالتالي اذا كان الاسلام حرم افشاء اسرار العلاقه الزوجيه، هيبيح ان انا اعمل في زوجتي كده قدام الناس عشان اقول ان هي شريفه ولا مش شريفه والكلام ده كله؟ ثم ان دار الافتاء المصريه وكثير من العلماء الافاضل قالوا انه الغشاء او ما يسمى بالغشاء ليس دليلا على اي حاجه. ده صحيح. بالتالي هذا اتهام الاسلام براء منه تماما. طيب دكتور مظهر، البعض بيرى ان الناس بتفكر او الشباب بيفكروا لهذا النوع بسبب تجارب الزواج الفاشله والقوانين المقصره واللي بتظلم فيها الاولاد، فبقوا خايفين من الاقبال على فكره الزواج ثم الطلاق ويلم كل اللي حلته وبعدين يبقى يرجع للحضيض تاني، فبلاها من الاول لحد ما نتاكد اننا قادرين نعيش مع بعض. والله شفتك جاوبت على سؤال انا كان نفسي اطرحه من اول المكالمه، وهو لماذا المساكنه؟ ايه الشيء الايجابي اللي هتحققه لنا هذه العلاقه؟ وايه المشكله اللي احنا بنحاول نهرب منها علشان نروح في السكه دي؟ ما يكونوش تحت ضغط الاحتياج الجنسي، خلاص احنا يعني ارضينا رغباتنا فبنفكر بعقلنا وبمشاعرنا، بقى هنبقى سكن لبعض ولا لا؟ طب وهل هجاوب بسؤال، وهل المساكنه حلت المشكله؟ ما هي برضو انا لو واحد، انا برضو بكلم سيادتك زي ما طبعا اول المحادثه بشيء فلسفي بعيد عن الدين وعن الشرع. تمام. هل المساكنه حلت المشكله؟ اذا واحد راح عاش مع واحده سنه اثنين وبعدين طلعوا ما اتفقوش مع بعض، مش هم برضو هينفصلوا؟ نعم. طيب ما هو الاسلام قال لك برضو اذا جوزتها وما حصلش اتفاق انفصل، بس الفرق بين الاثنين ان الانفصال الاول لا يضمن للمراه حقوقها. خد بالك يا استاذ خيري، وانا عاوز المشاهد الكريم يلتفت لهذا الموضوع. المساكنه قد تكون في صالح الزوج بنسبه 100% اذا 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 حسبنا الموضوع من غير شرع. أيوه. ما دخلناش من غير الحرام والحلال. من غير الحرام والحلال، لكنها ليست في صالح البنت او المراه ولا بنسبه 20%. نعم. لان الراجل يتجوز كل يساكن كل يوم ويساكن 10 و20، انما البنت هتساكن واحد بس، ولو حملت منه بقت مشكله. وبعدين اذا حصل الانفصال بعد كده، طب حصل انفصال وليس هناك اثار لا شرعيه ولا قانونيه مترتبه على هذه العلاقه، يبقى انت خسرتي، يبقى انت هو خدك لحم ورماكي عض. يبقى انت الاسلام بيقول لك لو سمحتي تعالي عشان نعمل عقد ونجيب شهود ونعرف الناس كلها عشان نضمن لك انت حقوقك. نعم. علشان لما يجي ولد ما يتبراش منه، ولما يجي ولد الدوله تكفله، ولما هو هنا بندخل في حته وفي تقنين بقى. دكتور مظهر التقنين. انا بشكرك جدا، الرؤيه واضحه جدا. انا بشكر حضرتك الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. استاذ عمرو كلمه اخيره. استاذ عمرو معانا ولا الخط قطع؟ طيب معانا يا عمرو؟ لا مش معانا. طيب استاذ عزه، بعد اللي سمعتيه ده كله
بل وريلي رأيك. شوف أنا هقول لحضرتك. أيوة. يعني نظرياً الفكرة النظرية أنا موافقة، لكن موافقة على إيه؟ موافقة على فكرة المساكنة. لكن عملياً ولأني شخص بحب أرتبط بالواقع وأعيش تجربتي أو تجربة أو تجربة مجتمعي، فأنا شايفة إنه دي علاقة ما تنفعش عندنا أصلاً. شايفة إن مجتمعنا مش مناسب لهذه الأفكار خالص إطلاقاً، رغم إن في مجتمعات عربية بتقبل الفكرة دي. يعني يعني إحنا بالنسبة أصل إحنا مجتمعنا شديد التعقيد وشديد الترابط، مهما حصل من خلل قيمي أو فوضى أو مشاكل أو ضغوط إلا إحنا عندنا حالات من الترابط الكبيرة جدا، ومهما يعني إحنا بتمر علينا أزمات كتير طول عمر المصريين على مراحل طويلة. النمط ده من العلاقات مش مناسب لمجتمعنا. لكن إحنا ممكن نطرح فكرة إنه ليه الناس ما تتجوزش من غير شبكة ومهر وفرح كبير وكل التفاصيل دي، اللي هي يبتدوا باستوديو بأوضة وصالة ونقنن بقى فكرة إنه لو حصل طلاق إزاي نضمن حقوق المرأة، لأنه ده القانون الجديد اللي بنتمنى إنه ياخد في أحسن يعني صورة، اللي بيخلي الناس تبالغ في الطلبات الخوف على حقوق المرأة، لأنه كتير ستات بتتظلم أو الغالبية، ونسب الطلاق بتخوف دلوقتي، فيقول لك كل شيء يبقى كويس. فإحنا نتجه لإصلاح الجواز ونقلل من الضغوط المفروض عليه، وبالتالي ونحط كمان قواعد إن الناس تبتدي نعمل توعية مجتمعية في إنه الناس مش بالضرورة أول ما يتجوزوا يخلفوا. نعم. يعني ما يختبروا بعض شوية الأول ويشوفوا هم قادرين يكملوا ولا لأ. لكن إحنا الناس تروح جاية أول ما تدخل تروح جاية مخلفة وبعدين يتطلقوا. صحيح. فيبقى عندنا أطفال. ما عندنا ثقافة الحياة إن إحنا نعيش ونرتب حياتنا قبل ما نجيب طفل. لأن إحنا عندنا مفهوم الجواز عشان نخلف. أيوه. مش عشان نعمل حياة. طيب دكتورة سمر. زمان كنا بنسمع كلمة الضرورات لا تبيح المحظورات، أنا بقى بقول لا، هي الضرورات تبيح. أنا عندي المبررات لا تبيح المحظورات. آه. يعني مش مبرري إن أنا عايز أعمل حياة كويسة أعمل حاجة محظورة عشان أوصل للحياة الكويسة، لا أنا عندي زي ما الأستاذة قالت إن أنا أقلل يعني أكبر الوقت شوية اللي هقعد بيه بعد الجواز، وأدي فرصة لنفسي أعيش مع اللي قدامي ده شوية، علشان لو حصل انفصال ما يكونش فيه تضرر أكبر، يعني أقلل الضرر على قد ما أقدر. لكن مش معنى أن أنا علشان أعيش حياة كويسة أدي فرصة لنفسي شوية مع حد ما ينفعش، لا. هو يعني هو الأستاذ عمر قال كلمة خطر جدا، هو في حاجة حرام عن حرام يفرق، يعني الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، مش أي ده من الكبائر، ما ينفعش أقارنه بخطأ أو غلطة أو أصل في البلد بيعملوا كذا، ما ينفعش، دي حاجة مشينة للأطراف جميعا، خاصة المرأة لأنها بتطلع واحدة ما كانتش، ومحدش قال إن إحنا بنكبر الخطأ حتى فيما هو شرعي بس. أو تحت غطاء شرعي ياما ترتكب جرائم. مش معنى إن بيحصل خطأ إن أنا أعمل خطأ أكبر، أصل كل الناس بتعمل كده، لا أنا ببدأ بنفسي إن أنا بعمل الصح وبفهم الناس الصح، مش معنى إن كل الناس بتعمل خطأ إن ده أباحه أو خلاه صح أو إن هو ينفع علشان أعمل مجتمع، بالعكس أنا بفسد مجتمع، بدمر ست، بدمر أطفال، بدمر بيت كان المفروض يتبني على أسس، علموا أولادكم إزاي يعملوا بيت، يعملوا يبنوا أساس، لأن الأساس دلوقتي بيتبني من الأساس مش من الأساس، فرق كبير جدا. بشكرك جدا. الله يكرمك. مش من الأساس أثاث، لا من الأساس التأسيس، العمدان، الإنسانية. بشكرك دكتورة سمر كشك، نورتينا. أستاذة عزة سلطان نورتينا. شكرا. بشكر ضيفنا الأستاذ عمرو صلاح المحامي بالإسكندرية على مشاركته معنا، وهذه كانت نهاية حلقتنا اليوم. مان سيتي وإنتر ميلان 0-0 في الشوط الأول، واضح إن المباراة صعبة جدا. غدا حلقة جديدة من حديث القاهرة قبل مباراة الأهلي والمغرب، اربطوا الأحزمة فالأهلي قادم. مصر بخير، طول ما أنتم بخير تصبحوا على خير.